وللحديث عن مواجهة السعودية والبحرين ينضم إلينا في الاستوديو الكابتن حمزة إدريس وأيضا اللاعب الدولي السابق عبد عطيف. أبدأ معك حمزة، هي مباراة أخرى للمنتخب السعودي في هذه البطولة، مباراتي المنتخب الأولى كان هناك شكل مختلف وعناصر مختلفة، في هذه المباراة كيف يجب أن يدخل رونر؟ أول شيء أنت رحب عبد لاعب دولي، ترى حتى أنا لاعب دولي، لاعب دولي سابق، لاعب دولي سابق، طيب يعني ترى كلكم معتزلين يعني بس عبده أكبر ترى في السن. شو عبد الله، مهم جدا أن المنتخب السعودي يستمر على ما كان عليه في مباراة البحرين. بصراحة شفنا في مباراة البحرين منتخب يمكن لنا فترة ما شفنا المنتخب السعودي بهذه الطريقة، خاصة مع ريناد. يعني في المباريات السابقة أنا بالنسبة لي أفضل مباراة، أفضل شكل للمنتخب السعودي، كان في ملامح واضحة، يعني سواء في السيطرة، الاستحواذ الإيجابي، سواء في الضغط العالي، استثمار الفرص، قلة أخطاء الدفاع، القرب في المساحات، الانتشار العرضي. كان فريق بصراحة بشكل منظم، كان أداء لاعبين على أعلى مستوى، حتى القابلية عند اللاعبين كانت عالية. أنا لفت نظري في شيء، أنه عدم الاحتفال بالأهداف معناته أنه منتخب واقف في الملعب، هو عارف أنه قادر أنه يفوز، ما كان مستعجل، ما كان يعني. بصراحة شفنا شكل منتخب بشكل عالي. الجماعية كانت برضو الجماعية بين اللاعبين كانت جيدة. عبد الله الحمدان كان نجم المباراة، بس مين اللي سوى نجم المباراة؟ لاعبي الوسط مجموعة. كان في تمرير لعبد الله الحمدان، ما كان في أنانية في اللعب، ما كان في أنانية حتى في الإنهاء. سجلنا من كرة متحركة، سجلنا من كرة ثابتة. أعتقد المنتخب السعودي قدم أروع مستوى لي في الفترة الأخيرة أمام البحرين، نتمنى أنه يستمر بكرة بنفس الأداء وبنفس الصورة. جيد. عبده، المدرب رونار كان دائما يردد بأن هذه البطولة تأتي في مسار الإعداد للتصفيات، هل هذا يعني أنه من الممكن نشاهد شكل جديد للمنتخب في مباراة عمان؟ أول شيء مسي عليك عبد الله، ومسي على الكابتن الكبير حمزة وعلى متابعين العربية. ثاني شيء أنا لازم أطلع الهوية عشان أثبت لكم إني أنا أصغر من حمزة. لا مصدقين مصدقين. الحمد لله. طبعا خلينا ناخذ إضافة النقاط الجميلة اللي ذكرها الكابتن حمزة في تحليل جميل ورائع. فعلا هي من أفضل مباريات المنتخب. احنا ذكرنا يمكن معك في البرنامج هذا نفسه انه ما الهدف من البطوله، الان بدا يبين انه الهدف هو تحضير المنتخب، الان بدينا من اهداف البطوله بدينا ناخذ احدى الفوائد او احدى الثمرات، هو انه رينات بدا يفهم اللاعبين بشكل اكثر، بدا يستقر اعتقد بشكل اكثر. المنتخب عانى من عدم الاستقرار بسبب الاصابات في فترات ماضيه، يغيب يصاب مادو، يصاب فترة معينة أحد المدافعين، يصاب لاعبة النص، يغيبون لاعبة النص، فكان عدم اكتمال إصابة عبد الفتاح، إصابة العويس، المنتخب حتى كعناصريا لم يكتمل. أنا أعتقد على المجموعة هذه الآن مع عودة البريك، مع عودة بإذن الله اللاعب الكبير اللي أنا ما زلت أراهن أنه حيكون عنصر مهم في حالة عودته، معتز هوساوي، مع عودة الحارس المتألق أيضا العويس، أنا أعتقد نملك عناصر، نملك مواهب، نحتاج إن شاء الله أنهم يكونون في أفضل حالاتهم في المراحل المقبلة. وأيضا من كلام رينات واضح أنه الهدف ليس بطولة الخليج، هو التحضير والانسجام أكثر ما بين الجهاز الفني واللاعبين. جيد. كابتن حمزة، منتخب عمان في هذه البطولة سجل هدفين فقط من ضربتي جزاء، المباراة الأولى تعادل سلبيا والمباراة الثانية فاز باثنين. المنتخب العماني منتخب قوي وخطير يخشى منه في مباراة السعودية أو لا؟ لا بكل تأكيد صراحة هو منتخب جيد، نحن ما نقول أنه منتخب قوي، لا هو منتخب جيد، منتخب متطور. نعرف المنتخب العماني في فترة السابقة كان منتخب فعلا قوي، الآن هو في خط الرجعة لأفضل مستويات ويملك لاعبين مميزين. ما يميز المنتخب العماني أنه هو منتخب جماعي، منتخب بيحاول يلعب على التحولات، بيحاول أنه دفاعيا يكون منظم، الفريق بيحاول أنه هو يكسب على حسب إمكانياته، بيحاول يسخر إمكانياته اللي هو قادر أنه يكسب فيها المباراة. عنده لاعبين على المستوى الفردي لاعبين خطيرين، فبالتالي أي منتخب بتواجهه لازم تعتقد أنه هو منتخب قادر أنه يحدث المفاجأة في وسط الملعب. كرة القدم ما تعترف بالترشيحات ما قبل المباراة، تعترف بالآداء داخل الملعب. متى ما كان الآداء القوي في الناحية المهارية، وأنا دائما أؤكد أنه بطولة الخليج هي ما هي بطولة مهارية بس، هي بطولة روح، بطولة جهد بدني عالي، بطولة رغبة، بطولة أحيانا حتى الصراعات، بطولة الكرة الثانية، بطولة الكرات الثابتة، هي أحد الحلول. نعم، أحيانا بعض المدربين يتعذر
انه هو ما عنده مهاجم او ما عنده لاعب هداف، لا هو عندك حلول من الكرات الثابته، منها حصول على ضربات جزاء او حصول حتى على اخطاء قريبه، او يعني هي كره جماعيه، فبالتالي الحلول موجوده في التسجيل من جميع الحلول. هو منتخب خطير، منتخب قادر، اذا ما كان المنتخب السعودي دخل بكامل تركيزه اكيد حتكون مباراه صعبه، لكن احنا في الناحيه الفنيه اذا المنتخب السعودي استمر على نفس الاداء اللي كان فيه ونفس الرغبه اللي كانت قدام منتخب البحرين، اعتقد ان المنتخب السعودي حتكون حظوظه اكبر. جيد عبدو، في مباراه مثل هذه تدخل حسابات تاهل كبيره، يعني اذا تعادلت، اذا خسرت او اذا فزت، طبعا اذا فاز المنتخب يضمن وصوله مباشره. كيف اللعب نفسيا وفنيا في مثل هذه الظروف من الحسابات، خاصه مع منتخب ينافسك؟ طبعا ما يميز هالمجموعه هو ان الكل يملك فرصه التاهل، والكل يملك الفرصه بيده، يعني في حاله انتصار اي احدهم سيصعد مباشره. طبعا هنا انا اعتقد انه المنتخب السعودي هو بطبعه مهاجم، بطبعه يحاول هو ياخذ المبادره، هذا جدا ايجابي. انت لما مثلا لما تكون فريقك او اسلوبك يعتمد على الدفاع وتحاول انك وتبحث عن الفوز، هنا تجد الصعوبه، لان انت ما هو اسلوبك، لكن بما ان اسلوبك هو دائما اعتدنا على الكره السعوديه اصلا، والنزعه عندك دائما هو نزعه هجوميه، فانا اعتقد ان السعودي، المنتخب السعودي بشكل اكبر حتى لو زين على مستوى الاهداف، يمكن المنتخب السعودي او فرص صناعه اكثر من المنتخب العماني. المنتخب العماني زي ما قال الكابتن حمزه هو يمتاز بالارتداد، ايضا المنتخب الكويتي بالتحولات. انا اعتقد ان المنتخب السعودي هو الافضل فنيا، لكن كيف تبرهن على ارض الملعب، كيف تستمر بنفس الاداء، كيف تستمر بنفس التركيز والحضور. ايضا ما ميز المنتخب السعودي على النقطه اللي حاب اضيفها على الكابتن ابو موفق، سرعه استرداده للكره كان هذا عامل جدا مهم، انه اعطى دائما انه تحس المنتخب السعودي مسيطر على المباراه، مبعد الخطوره كثير عن مرماه، فبالتالي اعتقد ان السعوديه اذا استمرت بنفس العطاء بنفس الاسلوب مع بعض العناصر اذا صارت في الفورمه زي مثلا عبد الفتاح كعناصر بديلة ومميزة، أنا أعتقد أن المنتخب السعودي هو الأقرب بحسب أسلوبه الهجومي. جيد كابتن حمزة، يعني من اللاعبين الموجودين في المنتخب واللي تعرفهم يعني جيدا، حسان تنبكتي وعبد الله الحمدان قدموا أنفسهم بشكل جيد في المباراة الأولى، هل استمرارهم في المباراة القادمة مهم وضروري؟ وش الملاحظات اللي عليهم؟ لا بصراحة شوف، اللاعبين يملكوا الإمكانيات، إمكانياتهم عالية على مستوى عالي، لاعبين مرشحين إنهم هم يكونوا نجوم على مستوى عالي في الكرة السعودية بصراحة. تقريبا كانوا أربعة أو خمسة، أنا أضيف تركي العمار برضو لاعب يملك الإمكانية، يملك الشخصية، أما يميزهم إنهم لاعبين يملكوا الشخصية، عندهم الرغبة، عندهم الطموح، يحتاجوا الصبر، يحتاجوا الصبر في العمر هذا، أحيانا تحتاج أنك يكون عندك استمرارية في اللعب، تحتاج حتى إذا انخفض صبر عليهم حتى في مباراة تنافسية حاسمة. أكيد أنت لعبتهم في مباراة البحرين كانت مباراة حاسمة، ومع ذلك عبد الله كان نجم المباراة، حسان كان مبدع في الناحية الدفاعية، فتحتاج أنك تعطيهم الثقة. من أصعب المواقف على اللاعب في بدايته أنه هو ما يأخذ الثقة، يلعب مباراة ويغيب ثلاثة أربع مباريات، لا، ما دام بدأ يقدم أداء جيد تخليه دائما يستمر في اللعب، متى ما انخفض مستواه ممكن ذيك الساعة أنك تريحه فترات، طبيعي جدا أنه مستواه حيأخذ كرف تصاعدي بعدين حيرجع يكون في كرف في النزول، بعد كده ياخذ الكرف التصاعد اللي هو يعطيه الاستمراريه دائما في الفئات السنيه. لا تحكم على اللاعب من اول مباراه او من اول فتره، يحتاج انه ياخذ كرفه في الصعود وفي النزول، وتبدا شخصيته تنبني من خلال التجارب. وطبعا مسؤوليه اللاعبين اللي معاهم دائما الصغار في السن اللي يوقفهم اللاعبين اصحاب الخبره اللي حوالينهم، وهذا اللي شفناه في مباراه البحرين، يعني شفنا في مباراه البحرين وجود سالم، وجود نواف خلف عبد الله، ساعدوا بشكل كبير طبعا، حتى التمرير يعني كانوا دائما يمرروا له، كان ما بيحسسوا انه هو لاعب صغير في السن. صحيح. نفس الشيء بالنسبه لحسان، وجود عبد الله عطيف قدامه، وجود خبراني امامه، وجود فواز خلفه برضه، هذا بيعطيه ثقه. هو الصعب انك انت تلعب اكبر عدد من من من, من الناشئين او صغار السن مع بعض في مباراه واحده. ممتاز. خاصه انهم كانوا جايين من كاس العالم، يعني هم كانوا نجوم. صحيح. في كاس العالم ابطال. صحيح. اسيا يعني. عندي سؤال مهم عبدو، فتره 24 ساعه ما بين مباراه مهمه ومباراه مهمه اخرى، كيف يستطيع رونار واللاعبين يعني الموازنه والدخول بحماس اخر؟ شوف خلينا نتفق، هذا لك وعليك، يعني ما هو بس عليك انت لحالك، هذا على كل المنتخبات، فاذا هذا يعتبر عدل يعني من ضمن الحقوق، يعني حفظ المنافسه، لان ما انت تلعب نفس العدد اللي قاعدين يلعبون فيه او عدد الراحه نفس عدد راحه
الفرق اللي معك في المجموعة، لكن اللي 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 في المنتخب السعودي هو معاناة لاعبي الهلال. خلينا نتكلم بصراحة، خلينا نتكلم، وذكرنا هذا الشيء قبل البطولة. أنت لما تلعب في آسيا ثم تذهب مع المنتخب تلعب مباراة قوية في آسيا، ثم تذهب إلى أوزبكستان سفر، ثم تعود إلى الرياض، ثم تذهب إلى اليابان، ثم تعود إلى الرياض، ثم تذهب إلى قطر. أنت لو تحضر عدد الساعات وعدد المباريات والدقائق في فترة جدا قليلة صعب. أضف إلى ذلك أنت تجي في المنتخب، لكن هل يستطيع رونار تجاوزها؟ إيه؟ هل يستطيع رونار تجاوزها؟ هي على قابلية التعود البدني للاعبين الهلال، وأيضا أعتقد أنه البرنامج اللياقي أو التحضير بين أو التنسيق بين الجهاز الطبي واللياقي والفني في المنتخب له دور كبير ومساعد لي على استرجاعهم. عبد عطيف اللاعب الدولي السابق، حمزة دريس اللاعب الدولي السابق والهداف التاريخي، شكرا جزيلا لك. شكرا.